احنا جينا اليوم عندنا الوقفه ده قدام المحكمه العليا ندور وانصافنا من قبل من طرف الغرفه الاداريه. عندنا ملف عندها للصيدليات المتضرره من قرار وزير الصحه المتعلق بنقطه المسافه ولا نقطه المسافه فقط، والملف له زياده على شهرين هون عند الغرفه، وندورهم يسرعوا بذا الملف له لانه شي من اهل الصيدليات والمستودعات والمفنيين وعمال وملاك مضرين من القرار الجاير بذا، ويدوروا انصافهم من القضاء ويدوروا انصاف سريع. نختاروا الملف يعود الانصاف فيه، يعود انصاف سريع، ما يعود كيف الملفات اللي كانت مستبشرين خير باستقلاليه القضاء اللي كانت اللي نعتبره ومتوقعين ان شاء الله على انها تعزت ضد النظام الجديد، على انهم يعجلوا بذا الملف ولا نختاروه يتوخر. عود كيف الملفات اللي كانت في الانظمه السابقه اللي عقب ما انبت فيها ما هو ضركاتيها، هذه ماده عندها شمل ادويه موجوده في صيدليات ولا تحتاج التاجيل، مهدب التاريخ وعندها عمال قاسوا الشارع ومضرين مصالحها، ولا هي كيف الملفات اللي قد يحرى بها قدر الوقت. ندوروا انصافنا، ندوروا انصافنا من الغرفه الاداريه بالمحكمه العليا، وشكرا.